Hi everyone, with you Mishema Amunir. Today let's start with Jump Board for Primary 2. Let's start with Unit 8. Please listen to me. معنا النهاردة at the beach. طبعا كنا سمعين صوت البحر الجميل بفكرنا بالصيف والبحر والأيام الجميلة دي. طب معنا النهاردة؟ معنا spade, sand castle, pocket, clap, towel, shell, zebra, dive, chase, water, throw, swimming pool. جميل جدا. spade اللي هي العصاية اللي احنا بنحفر بيها دي الرمل على البحر. sand castle اللي هو البيت اللي بنعمله بالرمل بيبقى عامل زي القصر الجميل جدا. الباكيت دي اللي احنا بجردل اللي بنحط فيه الميه من البحر وبنلعب بيه على الرمل on the beach. تمام؟ طيب shell اللي هو الصدف اللي بلاقيه كمان على البحر بيبقى جميل قوي. حلو قوي. طب معانا ايه تاني النهارده؟ معانا grammar, present continuous tense, مزمن المضارع المستمر. بس ناخد بالنا هنا في النيجاتيف، يعني في النفي، يعني الجمله منفيه مش مثبته. طب ازاي؟ تكوينه بيتكلم من verb to be, am, is, are، وبيجي وراها دايما not. كمان الverb بتحط وراها بس في ing. For example, he is diving، هو بيغطس. He is not diving، هو مش بيغطس. They are swimming، هما بيعوموا. They aren't swimming، هما مش بيعوموا. يبقى am, is, are, not, verb, ing. am, is, are, not, verb, ing. تمام. تعالوا نتعرف على الجرامر ده أكتر. يبقى عندنا verb to be, am, is, are, not, verb, ing. عملتها لكم بأغنية جميلة جدا اهي. طب احنا هنا معانا some examples. She is working now، هي بتشتغل دلوقتي. الجملة دي مثبتة، هي بتشتغل دلوقتي. طيب عايز اعملها نيجاتيف، يعني نفي. نيجاتيف يعني نفي، يعني هقول she is not working now، هي مش بتشتغل دلوقتي. They are playing، هم بيلعبوا. They are not playing، هم مش بيلعبوا. I'm playing، انا بلعب. I'm not playing، انا مش بلعب. تمام. يبقى نرجع تاني نقول ايه؟ am, is, are, not, verb, ing. Very good. طب معنى ايه تاني؟ معنى do و don't. do معناها ان الحاجة اللي انك مسموح لك تعملها، بديك امر انك تعملها. don't مش مسموح، والاتنين بيجي دايما وراهم الverb في الانفينيتيف. طب تعال نشوف مع بعض ازاي. climb the ladder، اطلع السلم. don't climb the ladder، ما تطلعش السلم. run، اجري. don't run، ما تجريش. walk، امشي. don't walk، ما تمشيش. برضو ممكن اقول ايه؟ don't make noise، ما تعملش دوشة. يبقى don't ان انا بقولك ما تعملش حاجة خالص. ده كان النهاردة unit 8 jump aboard for primary 2. يا رب الدرس كان خفيف وسهل عليكو. for any questions or any comments please let me know. thanks so much and see you soon. bye.